صباح الخير عليكم، كي صبحتم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير كالعاده. كنبداو نهارنا بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم بديت معكم خارجه كالعاده دائما الانطراده الشهيره، يعني البدايه من لاسانسور. المهم بقيتوني خارجه، غادي نخرج نمشي شويه، غادي نتمشى، ما فطرت ما والو. قلت اول حاجه نديرها هي غادي يعني بروميت شهر نمشي نتمشى، وملي نجي الشغل راه دايما في الدار. ها الويت شد على راسي وزدت، بقيتوني غادي نخرج ان شاء الله نمشي شويه نتمشى، عاد نجي نفطر ونبدا الشغل. نجاو شويه نمشي من الشمال شي البرد ماشي هذا فلطة. يوم عاد وقت الله سبعة في الشهر يجيو يعملو، يجيو يديرو الريفيسيون للغاز. قلت لهم غادي نخرج شويه كيضرب فيا الهواء كالعادة. كنبداو نهارنا بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. المهم كاين اللي غادي يتمشى، الله على جو بارد بارد. المهم الشقا عينابي والشغل عينابي. لا شي مناظر واعرة، ايوا واعرة واعرة واعرة. المهم انا جيت قريبة لهاد الجهة هادي، يعني انا جيت ساكنة في اللخر. شحال ديال العواد هنايا اللي عندو الباربكوة، يعني اولا التشيميني سخان. الدنيا غزالة، هناك بحال شي واد صغير، يعني الإنسان هنا يجي يفرش ويجلس الأمان. ما شاء الله شوف كاين هنا وهذا هو هنا. ما سمعت غير كاين مازال صافي. واخيرا رجعت. هاد البيستة هي كبيرة كيكون فيها السوق نهار الحد، ولكن الايام العادية الناس كيباركيو الطوموبيلات، عاملين العيال هنا فين يلعبوا كرة السلة كرة القدم. المهم واش حد. المهم اليوم خرجتكم معايا، واق الله الا فيديو غادي يجي طويل ما غادي نزيد عليه والو. داكشي اللي غادي نوجد للمريندا او البوتي، يمكن ان شاء الله ندير لكم في فيديو واحد اخر، ونكون خرجتكم شويه تريحوا عويناتكم من الكوزينه طياب الصبان. والله العظيم يعني كون نهار سمارة هادشي صافي. بقات كتبان لي بابي راهي وعييت معاه، كنصور كنهضر وكنتمشى عييت.
حبيباتي رجعت معكم. عدلت هاد البويات يعني صافي سانك سانك جففتو شي برد كيدخل. شغنقول لكم النهار هادي المهم غادي نشد هاد هذا صافي يعني تنفس. وهداك باقا عندي سطول جفاف راه باقا ما دخلتش لكم هذا هنايا البويات عاود ديال بنتي الصغيره حتى هو صافي سانك سانك. عند العروق ديالو حتى هو عاود مجموع صافي. نطلع حلا الزريبيه ديالها يا الله صافي. ها هو معدل هو هذاك كيدخلوش المهم صافي. قاسيو حتى هو جففتو البيت ديالي حتى هو عاود صافي مجموع. يلا صافي مجفف غادي نشد البويبه ديالو. حاشاكم الله بابا وعزكم الله ما بغيتش نعمل معاكم حك حك حك. حتى هو عاود يلا بدلت له الفويطات ديالو منقي مجفف هو هذاك. غادي نشدو باقي لي الزربيه ديالو غنطلقها له من بعد. الكوميدور خصكم عاد داخلالو حديث ولا حرج. المهم شويه بشويه هذه هي الصباح اللي كيصبح عندنا حتى واحد ما هو كيصبح بحال اللي كنقولوا راه كلشي عنده كيشعل سانك سانك الا ما كيكونش عايش في ديك الدار. يعني ضروري واحد النهار كيصبحوا الحوايج كيصبحوا القشوع كيصبحوا بزاف ديال الحاجات. ولكن الحمد لله بنادم شويه بشويه كينظم راسو كينظف راسو. وهاد الدنيا هي هذه ما خلقنا وحنا على وجه الدنيا الا هذا هي الحياه ديالنا. يعني شويه لينا وشويه للدين وشويه راسنا دين ودنيا وهادشي اللي كاينه. المهم غادي دابا صافي لقيتوني غنجمع دابا الكوميدور غندخل نعدل المريندا لان الغدا شاشه غد شاد ومنار. المهم لقيتوني غندخل نعدل غير المريندا الغدائي انا بوحدي. غادي نعمل غير شي حاجه شي طورتيه سبيناكا ولا ندير بيضات ماشي مشكله عندي بوحدي انا. غادي يجيو ساعه العشيه غادي يديرو مريندا لانهم بداو معاهم الغدا مريندا عشا وصافي داكشي انا موجود مريندا عشا هادشي اللي كاين. يالله هانتوما قد انتهيت سليت الحمد لله يا ربي كلشي داز بسلام. حيت هادو هما تا غادي نديرهم دابا يتصبنو صبن جوج لابادورات صافي. يعني ما بقى عندي دابا ما ندير. جا عندي ولدي الله يرضى عليه تغدينا انا وياه يعني والله العظيم عليا باش ما دابا تقريبا الربعة ونص جلست وتسرحت درت هاد الكافيتيرا هادي اللي كتخولي من القهوة. مرة في السيمانة كنعمل لها الماء والخل باش كتنظف. المهم صافي بقى عندي دابا ما ندير حتى حاجة. وجدت هنا باش غادي نعدل الكيكة غادي نعدل واحد الكيكة نشاركها معاكم. هنا نزلت سباكيتي ولادي عيطو لي قالي خصهم سباكيتي. هذا الربيع عاود غسلته وحطيته هنا كيقطر غادي نطحنو دابا فقط. هاد واش غيولي غادي يكون عندي ان شاء الله. دابا انا غنشوف الا ما جانيش الفيديو طويل غادي نصور معكم الكيكه. جا الفيديو طويل غادي نكتفي بهذا القدر. والفيديو اللي غيكون تابع هذا غادي يكون ديال الكيكه اللي غنوجد دابا وهذا الشيء اللي كاين. رجعت معكم حبيباتي قسمي غادي نعدل معكم واحد الكيكه. المهم هاد المول هذا عندي انا ديال 23 سنتيم ما بقيتش عقله بالضبط. المهم انا دهنته من الحواشي بالزبده اما في الوسط عملت غير كاغيل ورشيته بشويه ديال الكوك اللي تقدروا ترشوه بشويه ديال الطحين ماشي مشكله. هاد الكيكه هادي كتمشي غير بيضه وحده ولكن انا دوبلت العدد. عندي هنايا جوج البيضات كما تقدروا تعملوا وحده وتعملوا سبعه ديال الطحين سبعه ديال السكر سبعه ديال الزيت سبعه ديال الحليب واحد الفانيليا وخميره وحده ديال 8 غرام. تقدروا تدوبلو تعملوا جوج البيضات عاد ديروا 14 ديال السكر 14 ديال الطحين 14 ديال الزيت 14 ديال الحليب الخميره ديال 15 وجوج ديال لافاني. التفاح عندي هنايا ثلاثه من بعد انا غادي نوريكم الطريقه. غنبدا معكم هذه وان شاء الله نرجع. المهم قبيصه ديال الملح غادي ندير جوج صاشيات ديال الفاني
شحال اللي ديروا، بغيو ديروا لي كيلو ماشي مشكله. غادي نعمل السكر واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه غادي تحسبوا 14 14. الزيت نقطعو على هاد الشرائح هيدا دايرين بحال اللي كنقولو بالريبس، ماشي غادي نزيد واحد العصير هاد الليمون باش ميكحلش وشوية السكر. هيا السير أو صافي باش ميكحلش. شوية السكر أو صافي، غادي نخلطو أو صافي. غسلو شوية غادي نجيب هاد اللاطا وغادي نستف نستفو صافي بالطريقه اللي تقدروا تحطوه غير عشوائي كيجي مزيان، واللي عنده الكهانة باش يزيد يستف يستف على خاطرو. صافي عمرت هاد الكميه كامله وغادي ننزل عليها دقيقه. ندورها بشوية بشوية وصافي. يا ما كتجيش عالية بزاف، داكشي انا ضوبت المقادير على قبل ما المول عندي كبير، ولا درت غير سبعة سبعة غتجي حانية. غادي ندخلها الفران ان شاء الله، غادي نفتح معاكم الكيكه هي طابت. ما نعرف. المهم بسم الله. تبارك الله.
انا لو ما متاكده شي من الحاجه ما نقدرش نشاركها معاك، ولكن غنشوفو عاود دابا غادي نقلبها بهذه الطريقه. بسم الله وما شاء الله ما شاء الله، قربوا لهنا تشوفوا هنا حيدتها. المهم الزواقه تقدروا تزوقوها باللي بغيتوا. انا عندي ضناب ديال الكراميل، يمكن غادي نزوق ليه. هي عندي هاد دانيت ديال الكراميل، غادي نزوق به ان شاء الله. المهم غادي نقطعها معكم بسم الله، وغادي نشوفوها حتى من الداخل كيفاش جات. هذه هي الكيكه ديالنا، جات من الداخل مفشفشه يعني ما مدقصه ما حتى شي حاجه، وانا الحاجه اللي ما كنتش متاكده منها، لان اللي كنديرو لوليداتي كنشاركو معكم، ماشي باش نعلمكم باش تعدلوا الحلويات. الحمد لله النساء المغربيات كلهم حادقين كتوضيح. المهم كنتمنى تعجبكم هادشي، هاد الكيكه، وكنتمنى تكونوا قضيتوا نهار معايا خفيف ظريف ما يكونش ثقيله عليكم، وتجربوا هاد الكيكه لوليداتكم. خليتكم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.